أهلا بكم من جديد مشاهدينا في جولة العراق اليوم. نواصل الحديث عن ظاهرة المخدرات، وينضم إلينا مجددا عبر الهاتف من العاصمة بغداد ضيفنا سيادة العميد الركن خليل الطائي، وهو مستشار مركز الأمة للدراسات وتطوير للشؤون العسكرية والأمنية. أهلا بكم من جديد سيادة العميد. حياكم الله يا أستاذ. وفقا لتقارير موثقة، فإن الميليشيات الموالية لإيران في العراق تتورط في إدخال المخدرات. ما هدف إيران من إغراق العراق بالمخدرات؟ التنفيذ غير واضح، ولكن سأجيب على السؤال الأول اللي سمعته من حضرتكم. هذه الأرقام اليوم، هذه الأرقام تشير أن العراق لم يعد ممر رئيسي للمخدرات العابرة من جارس وإيران، بل بات سوقا حيويا لمختلف انواع المخدرات. وجد ذلك طبعا في بلاد الرافدين، وخاصه في المحافظات الجنوبيه اللي تعتبر اليوم سوق رائده لها. ايضا هذه الارقام هي دلاله على ان الحرب التي تشن على العراق تعدت السلاح المميت وصولا الى سلاح الفرد والمجتمع. اليوم العراق يواجه معضله اكثر خطوره من الارهاب المسلح. اليوم ما يواجه العراق هو ارهاب مزدوج. فالمتعاطين اليوم لهذه المخدرات هم عبارة عن آلات قتل في الشوارع لتجتث ضحاياها بعد أن اجتثت نفسها، فهي إذا كثير وفق مشاريع إرهابية. فاليوم هذه الأرقام الكبيرة عبارة عن إرهاب متيقن يتم استغلاله في الأمن المجتمعي والسلم الأهلي في العراق. نعم. في هذا السياق كان قائد شرطة ديالى صرح بأن آفة المخدرات تنخر المجتمع العراقي وأخطر من الإرهاب بحسب وصفه. كيف يمكن تقييم الجهود الحكومية في مكافحة هذه الظاهرة وفي ظل تورط الميليشيات أيضا في إغراق العراق بالمخدرات؟ اليوم حقيقة لا توجد جهود حكومية في مكافحة الإرهاب لكي نقيمها، ولا يوجد تطبيق لقانون العقوبات في هذا الخصوص، والذي يصل لعقوبة الإعدام. ما يوجد هو تغافل مقصود وتغازل مشترك مع الميليشيات التي تشرف على إدخال المخدرات وإيصالها لمصادر التوزيع. كانت هناك جهود حكومية فهي حقيقة لا تتناسب مع حجم الهدف الحدث ونسبة الانتشار لهذه المخدرات، فجهود مقتصرة على صغار التجار ومروجيها. والسبب أن التجار الكبار يرتبطون بميليشيات مسلحة وبجهات سياسية نافذة في أغلبها تتستر بغطاء الدين. هذا من جانب. من جانب آخر هناك فساد حكومي وتواطؤ أمني مع هذه الظاهرة الخطيرة تسهل عملية انتقالها والانفجار بها. لذلك اليوم تتكلمون عن إلقاء قبض ومواجهات ومجابهات، هذه ليست حلول أمنية، بل يجب منع وصول هذه المخدرات الى مصادر التوزيع وترويجها، وهو الامر الذي يجب ان يحصل. هذا يتم بوجود استراتيجيات امنيه ومعلومات استخباريه، ولكن في ظروف العراق الحاليه في المنظومات الامنيه والاستخباريه واستبدالها بالفكر والنهج والسلوك الميليشياوي الذي جعل العراق يعيش في نفق المخدرات الضياع، وخاصه فئه الشباب. ما مدى أهمية تأمين حدود العراق مع دول الجوار للحد من هذه الظاهرة؟ السؤال ما سمعته. هل تسمعني سيادة العميد؟ يبدو أننا فقدنا الاتصال مع ضيفنا من بغداد العميد الركن خليل طائي، مستشار مركز الأمة للدراسات والتطوير للشؤون العسكرية والأمنية، كان معنا عبر الهاتف من بغداد.